سلاح الجراف رياض، مو لابقى على الطقم. هلا بدي ضل اشلح والبس، رح اتاخر. مساك هلا، هالجرافي احلى وقلبها على الطقم. بعدين يكون بعلمك من هلا ورايح بده يكون هندامك راكز، يعني ما عدت موظف صغير، صار مركزك مهم بالشركه. يعني مو حلوه تخفق مثل ايام زمان ببنطلون كاحت وقميص مو معروف شو لونه. شو صرت يعني؟ معاون وزير ولا مدير عام؟ كلياتني شقفه محاسب، لا راح ولا اجا. والله يلي بيسمعك عم تحكي بهالاستهتار هاد بفكرك محاسب عند شي فران او عند بياع خضره بسوق الهال، يعني مو محاسب بشركه طويله عريضه مثل شركتكم. يا ستي مو فارقه، الشغل شغل وين ما كان، بس الاكل همه انه حجم المسؤوليه هون بالشركه اكبر والاعباء اكثر ووجع الراس زياده. يعني الشغله مو هينه. معك حق، مو هينه، بس انت قد وقدود، ولو ما تكون هيك يعني ما كانوا اختاروك من بين 20 موظف بنفس درجتك ومعهم نفس شهادتك لهالمنصب هاد. ايه الله يرحمك يا ابو وليد، مين كان حاذر انه يتوفى وانا اجي استلم محله؟ شغلي لا كانت على الباب لا على الخاطر. فعلا انخطف خطف. مساك رياض، مساك، حط هالمحرمه بجيبتك. كمان محرمه؟ ليش لا؟ المحرمه بجيبة الطقم تعطي هيبه اكثر. حاضر يا ستي، هي المحرمه. بس الغريب يا نادية انك عم تهنزيني وترستقيني ومالك سالي عن شي، يعني مالك خايفة علي؟ ومن شو بدي خاف؟ من الموظفات الحلوات اللي عنا، يعني ما بتخافي يصطادوني؟ سيدي يلي دينعم على قلبها فيك الله لا يقيمها، بتكون جنت على حالها. الله يسامحك، هذا اللي طلع معك؟ والله يلي بدق الباب بيسمع الجواب. عجبك هيك؟ هي رح اتأخر من أول يوم. بدك شي؟ ايه، وينك رياض؟ فوت على المكتب برجلك اليمين. وإذا فتت باليسار شو بيصير؟ إذا فتت باليسار بجوز يطيروك من محلك من تاني يوم. منيح اللي قلتيلي، لفوت باليمين بركي بنطلي شي نطة وبصير مدير عام. خاطرك. مع السلامة. نور المكتب استاذ. منور بوجودك يا ابو هاني، شو رح تشربنا اليوم؟ قهوه مره، تفضل. دو بخير ان شاء الله. شو القهوه المره؟ في حدا مات؟ بعيد الشر استاذ، شو القهوه المره بس الحسن؟ كمان بالافراح بيقدموا قهوه مره. افراح شو؟ يعني في شيء مناسب اليوم؟ استاذ انتوا اليوم استلمتوا الوظيفه الجديده واكيد رح يجوا كل الموظفين ليباركوا لك، معقول ما نقوم بواجب الناس ونضيفهم شيء؟ فعلا غابت عن بالي هالشغله. برافو عليك، منيح اللي حضرت حالك وساويت القهوة. مسيك لقلك. تنزل لي على المؤسسة اللي تحت بتجيب مجمع شوكولاتة وشوية سكاكر. حاضر استاذ. صباح الخير استاذ رياض. اهلين استاذ صريف، صباح النور. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك بعمرك. يعني صدقني قد ما زعلنا على المرحوم ابو وليد قد ما فرحنا لك. تفضل استاذ. نعم الشوم، انت عم ضيف قهوة؟ شو وين ابو هاني؟ بعته مشوار صغير. ان شاء الله منا لاحسن استاذ. لا سيدي بكفي هيك لهون وبكفي حاجتي. السلام عليكم. اهلا استاذ عادل. اهلا اهلا استاذ عادل. ان شاء الله الف مبروك يا استاذ. الله يبارك بعمرك. اهلا استاذ عادل. كيفك اخي؟ اهلين. ان شاء الله بخير الحمد لله. تفضل استاذ عادل. يسمعوا الايدين. كيف لقيت الشغل الجديد يا استاذ رياض؟ الحمد لله ماشي حاله. انت اكيد ما بينخاف عليك، انت موظف خبير وكفء، وبظن انك رح تقدر تسد الفراغ اللي تركه المرحوم ابو وليد باسرع وقت. يا سيدي ان شاء الله اكون عند حسن ظنكم والله يقدرنا على حمل الامانه. هي فعلا امانه كبيره وصعبه ومو ايا كان بيقدر عليها. مركزك هاد عصب الشركه الحساس وعمود الفقري. صدقني استاذنا اني انا ترددت كثير قبل ما استلم هالمركز للاسباب اللي ذكرتها حضرتك. بصدقك ومعك حق. على كل حال خلينا بالواقع الراهن هلا. بدي اياك يا استاذ تخلص لي جداول الرواتب بسرعه. بجوز اول مره تتعذب فيهم شوي، بس شوي شوي تاخذ ايدك على هيك شيء. حاضر استاذ، من اليوم رح ابدا فيهم. هلا 4000 ليره صاروا مبلغ كبير؟ طبعا يا خانم، لما بتدفعي 4000 ليره حق سكاكر وشوكولاته ونوكا معناته لازم يكون دخلي بالشهر 100000 واكثر.
يعني معقولة ادفع راتبي كله حق سكاكير؟ هذا فوق ما عم اعمل لك قيمة وقوم بواجب النسوان اللي اجت تهنيني، يعني بتريد يسود وشي قدامهم وما ضيف شيء يليق بمركزك الجديد؟ ولك حاجة تقولي مركز جديد؟ هلا بصدق حالي بعدين؟ ان شاء الله مفكر انه استلمت هيئة الأمم المتحدة أنا؟ ان شاء الله قلتي للنسوان بإني صرت شي شغلة مهمة بالدولة أو استلمت منصب على القيمة؟ حمدي ربك يلي أبي ورطني هالبيت. أنا ما قلت شي، هنن اجوا لحالهم. ليش في شي بيتخبى بهالبلد؟ بعدين شو ما صرت اسمه ترفيع ولازمه ضيافات واستقبالات. انت بتعرفي قديش زودوا لي معاشي على المنصب الجديد؟ لا والله. 450 ليرة، 350 ليرة تعويض صندوق، و100 ليرة تعويض مدري شو، يعني لساتني من اصحاب الدخل المحدود والمحدود جدا، يعني لسه ما انحسبت على الموظفين الكبار يلي عم يعمروا بيوت ويفتحوا مشاريع من ورا معاشاتهم، فهمتي ولا عدلك وافتق لك؟ خلاص فهمت، يعني مو محرزة الشغلة تنبحت علي كل هالقد. طبعا مو محرزة، مو محرزة ابدا. ولك اذا اشترينا بكل المعاش سكاكر وشوكولاتة ونوكا، شو بدنا ناكل من هلا لاخر الشهر؟ خلاص اطمن، مندبر راسنا، ما رح تموت من جوعك. يا لطيف شو قاتلك بطنك. الو استاذ طريف، ممكن تيجي لعندي شوي؟ شايفه غريب شوي. شلون يعني؟ اول شيء الاسماء نفسها عم تتكرر على طول الشهر، ثاني شيء معظم ايام الشهر الماضي ما صار فيها شغل، ثالث شيء وهذا الاهم عدد العمال المسجلين هون كثير كبير وما بيتناسب ابدا مع حجم العمل اللي عنا. اذا من شان العدد هذا الشيء طبيعي، انت بتعرف العاده، يعني اذا بدهم يركبوا لهم شيء حنفيه بيجيبوا 10 عمال وبيشغلون 4-5 ايام، واذا الاسماء نفسها عم تتكرر ما بتصور انه في مشكله بهيك شيء. هلا المرحوم ابو وليد كان يوقع على هيك جداول؟ اوهو على العمياني كان يوقع بدون ما يطلع فيه. بقى بعد اذنك يا استاذ رياض، انا بشوف انه ما في داعي تضيعوا وقتكم فيه. معك حق، ما راح اضيع وقتي فيه. مو هيك؟ راح اخذ الجداول معي على البيت ودقق على مهلي. تقدر تروح على شغلك انت. حاضر استاذ. ايه سألني عن جدول ميومي، قلت له هالحكي ما اقتنع. شو يعني اقنعه بالزور؟ لا لا ما حكى هيك شيء. لا مو قصة شكوك، يعني استغراب بس. ايه طبعا طبعا يا سيدي، بعد ما يستغرب بده يشك، وبعد ما يشك بده يتحرى ويدقق، وبعد ما يتحرى رح ينكش علينا اشكال والوان. ليش؟ لانه رح ياخذ الجدول معه على البيت. ايه سيدي هو هيك قال. إيه بعرف انه مصيبه، لكن ليش عم خبرك؟ طيب طيب جاي لعندك حالا. شو رياض مطول شغلك؟ ايه مطول، ليش؟ كنت حابة نطلع مشوار برا البيت. معلش يا نادية، يمكن هالكم يوم ما اقدر لا روح ولا اجي، يعني بدك تحمليني شوي. ايه طول عمري متحملتك، وقفت على هاليومين. شوفي مين؟ الأستاذ طريف بده إياك. طريف؟ غريبة، شو جابه هلا؟ كيف
كيفك يا استاذ رياض؟ اهلين 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 استاذ طريف. الحمد لله شريف ارتاح. بس ما اكون ازعجتك. لا لا ولو البيت بيتك. خير يا استاذ طريف؟ الله يجعلك بخير. انا جاي احكي معك بخصوص جدول العمال. ايوه ايوه ايوه. خير شبو؟ يعني قصدي كيف لقيته؟ بصراحة؟ ايه كله تخبيص وفي عليه أكثر من إشارة استفهام. وبصراحة أكثر أنا حاسس إنه هالأسماء كلها وهمية. يعني يا أما في أسماء أصحابها عم تقبض وهي قاعدة بالبيت، يا أما هالأسماء مو موجودة أبداً وفي مين عم يقبض عنها. أنت شو رأيك؟ أنا ما بعرف شي عن الجدول يا أستاذ رياض. أنا كل معلوماتي بتنحصر باسمين وبس يلي جاي حكيك من شأنه. أنو اسمين؟ الثالث ورابع اسم بالجدول، علي ممدوح وأحمد ممدوح. إيه إيه تذكرتهم. شو بهون؟ بصراحة أستاذ رياض هدول نحن ضايفين أسماءهم هيك. شلون يعني هيك؟ يعني هدول لا هن عمال ميومين ولا هم يحزنون. شو هالحكي؟ منين هدول لك؟ هدول أولاد المرحوم أسعد ممدوح. سيدي الله يرحمه. بس شو جاب اسمائه للجداول طالما هن مو عمال؟ جايك بالحكي استاذ، بس لا تضوج علي. بتتذكر الحادث اللي صار على طريق الزبداني السنه الماضيه؟ انو حادث منون؟ السنه الماضيه مثل هالايام كان في ميكرويين محملين ركاب عم يتسابقوا على طريق الزبداني. قال كانوا الشوفيرين متشارطين على كيلو نابلسيه. المهم ما حدا اكل نابلسيه لانه انضرب دولاب الميكرو الاولاني وفات بالميكرو الثاني. ايه 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 تذكرت الحادث، وقتها كتبت عنه الجرايد. المرحوم اسعد ممدوح كان راكب بالميكرو الاولاني، والمسكين اكل ضربه على راسه ومعطس. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه ولاجل الحظ اولاده علي واحمد كانوا بالميكرو الثاني. وصار لهم شيء؟ اكلوا اللي فيه النصيب. كمان ما عطسوا؟ لا عطسوا بس انعطبوا. والمساكين هلا قاعدين اثنين بالبيت لا شغله ولا عمله. لا حول ولا قوه الا بالله. فعلا ماساه. بس شو مناسبة الحديث هلا؟ أبو وليد الله يرحمه تعيش كان قلبه لله وإيده للخير هيك، ولما سمع بقصة هالشابين دمعت عيونه وجعوا قلبه كتير عليهم. وانت بتعرفوا قديش قلبه حنون. ولك بعرفه بعرفه. المهم المهم المرحوم أبو وليد الله يرحمه دق إيده على صدره وقال أنا من عندي رح ساعد هالشابين. وكيف ساعدون؟ صار ينزل أسماءهم بجدول المياومة. هلا فهمت. بقى دخيل عينك يا استاذ، هالشابين امانه برقبتك. وانت ابن حلال مثل المرحوم. لا تحرمه من الحسنه. ولك الاجر. وعند الله ما بيضيع شيء. ونيالك يا فاعل الخير، والحسنه بعشره امثالها، وفي ناس بيقولوا ب 12. هلا حتعمل لي درس ديانه انت؟ بعرفوا هالحكي. بس يا عمي هي مؤسسه رسميه، مو جمعيه بر واحسان ولا ذكيه سلطانيه. واموال الصندوق هي اموال عامه. مو سبيل فاتحينه على روح امواتنا. استاذ رياض، الرحمه قبل العداله والقانون مطاط. يعني فيك تنطه كيف ما بدك. قصدي انه بامكانك تغطي هالشي من بند النفقات المستوره. بقى يستر عرضك، استور على هالجماعه من بند النفقات المستوره. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب هالاسمين هدول عرفنا قصتهم. طيب باقي الاسماء الموجوده عندي بالجدول شو قصتها؟ يا سيدي القصه بسيطه. هي مو بسيطة كتير لأنها مأساة فعلاً. أنت بتتذكر البناية اللي وقعت بإتسيا من سنتين ثلاثة؟ إيه 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 بتذكرها. وهالبناية يا أستاذ مات فيها أبو عبدو الناوردي، وهالمسكين ترك وراه كباب لحم. كباب لحم، لا بيت ولا مأوى ولا تعويض. الله وكيلك هاليتامى بيقطعوا قلب الكافر. وأبو وليد الله يرحمه تعيش كان قلبه رقيق وإحساسه عالي. لما سمع بهالقصة المسكين دمعت عيونه وجعوا قلبه كتير على هاليتامى، ورأساً دق إيده على صدره وقال عندي تركوا لي الشغلة إلي. وتركتوا له إياها. وبالفعل الزلمة ما كذب خبر. تاني شهر لقينا أسماء الأولاد الأربعة نازلين بالجدول، وصار كل شهر يصرف لهن اللي فيه نصيب. الله يجزيك الخير يا أبو وليد، وإن شاء الله كل قرش حطيته تأخذ عوضه ألف. إيش ومن جيبته هو عم يحط؟ ما دخل أستاذ ما دخل. المهم النية، إنما الأعمال بالنيات.
هلا باعتبار انه حضرتك مدير الشؤون القانونيه بالشركه، يا ترى هالشي قانوني؟ امشي. قصدي الحسنه اللي كان يوزعها ابو وليد من الاموال العامه. شوف، هو اذا نظرنا للموضوع من زاويه قانونيه بحته فالموضوع مو قانوني، انما اذا نظرنا له من زاويه انسانيه صرفه فالموضوع انساني صرف. والرحمه فوق العدل يا استاذه، وصوت الضمير اقوى من صوت القانون. وقال نيالك يا فاعل خير عند الله، والحسنه بعشر امثالها، وفي ناس بيقولوا ب14. ها ايوه انتبه. شو يعني هالحكي؟ يعني هالاسماء كلها هي كانت تقبض اجور عمال مياومه وهن ما فيهم ولا عامل. لكان شو هن هدول؟ ناس بجوز عليهم الحسنه، يتامى ومساكين وعجزه وابناء سبيل وضحايا حوادث وانهيارات وكوارث. شو؟ ما عم صدق اللي عم بسمعه. معقوله ابو وليد كان عامل المؤسسه جمعيه بر واحسان؟ معقوله الاموال العامه تنهدر بهالطريقه العشوائيه؟ يعني اذا ابو وليد كان قلبه لله يروح يتكرم من جيبته مو من الصندوق، كان يروح يمرك ثواب وحسنات من مال ابوه مو من اموال الشركه. بصراحه استاذ انا خاب ظني كثير بالمرحوم ابو وليد. خاب ظنك وبس؟ يروح يضحك بعبه انه مات قبل ما ينكشف امره، لاني كنت خربت بيته ودفعته كل قرش انصرف هيك. اخ لو يطلع بايدي الحقه لديار الحق وحاسبه هنيك. ما في داعي تعذبوا حالكم استاذ، هنيك في مين يحاسبه. هات ورجيني هالجدول لشوف. استاذ لو سمحت نظم لي جدول جديد غير هاد، وانتبه ما بدي اسم ينضاف هيك او هيك. جاهز استاذ جاهز، هي جدول جديد. ورجيني. ايه هيك معقول؟ 10 اسماء بس مو 42 اسم؟ لو سمحت ضف لي هون بخط ايدك هالاسم، مشهور عرموطه. موظف عندكم يا ترى؟ هو موظف بس مو رسمي. يعني شلون يعني؟ هو هذا بيشطف لنا درج البناية، زلمة متعيش على باب الله، عنده كم أولاد، خطي خليه ينتفع له برشين.